صباح الخير مشاهدين الكرام. فيما يخص الحالة اليومية لشبكة الطرقات التابعة لإقليم اختصاص الدرك الوطني، على العموم مفتوحة للسير باستثناء بعض المقاطع الموجودة عادة على مستوى المدن الكبرى. هذه المقاطع عادة ما تعرف اختناقات في حركة المرور، وهذا راجع إلى الكثافة المرورية من جهة، وكذلك بسبب ورشة الأشغال من جهة أخرى. فعلى مستوى ولاية الجزائر العاصمة سجلنا الطريق السريع الغربي الرابط بين مدينة زيرالدا والجزائر العاصمة. هذا المحور عادة ما يعرف كثافة مرورية واختناقات في بعض الأحيان، خاصة على مستوى الشطر الرابط بين محول بوشاوي إلى غاية جسر دال إبراهيم. كذلك الطريق السريع الجنوبي رقم 61 يعرف كثافة مرورية واختناقات على مقطع من طريق طوله 6 كيلومتر تقريبا، خاصة على مستوى المكان المسمى حوش بالقلم بلدية دار البيضاء. كذلك الطريق الولائي رقم 112 يشهد اختناقات في حركة المرور بسبب الكثافة المرورية دائما، خاصة في الفترة الصباحية، بالضبط على مستوى المكان المسمى مقطع خيرة بإقليم بلدية المعالمة. بالنسبة لولاية البويرة سجلنا طريق السيارة شرق غرب في شطرها الرابط بين ولاية البويرة وولاية بومرداس. هذا المقطع يعرف اختناقات بسبب الكثافة المرورية وورشة الأشغال الموضوعة على مستوى الجسر العملاق ببلدية عين برك. كذلك في شطرها الرابط بين ولاية البويرة وولاية بومرداس يشهد بعض الاختناقات بسبب ورشة الأشغال الموضوعة ابتداء من محول الشرقي إلى المحول الغربي ببلدية الأخضرية. وكذلك في شطرها الرابط بين ولاية البويرة وبلدية الأخضرية على مستوى المكان المسمى الطواطيح ببلدية القديرية إلى غاية جسر واد الأربعاء ببلدية الأخضرية. بالنسبة لولاية برج بوعريريج كذلك سجلنا الطريق الوطني رقم 5 في شطرها الرابط بين مدينة برج بوعريريج وولاية سطيف. هذا المحور يشهد اختناقات في حركة المرور بسبب الكثافة المرورية على مستوى المدخل الشرقي لمدينة برج بوعريريج. وبالنسبة لولاية باتنا سجلنا الطريق الوطني رقم 77 في شطرها الرابط بين مدينة باتنا ومدينة مروانة. هذا المقطع كذلك يشهد بعض الاختناقات بسبب الكثافة المرورية على طول الجزء الرابط بين مدينة باتنا وبلدية شعبة. بالنسبة لولاية وهران كذلك سجلنا الطريق الوطني رقم 11 الذي يربط مدينة وهران بمدينة مستغانم. كذلك يعرف بعض الاختناقات خاصة على مستوى المكان المسمى دور بالقيد بإقليم بلدية بير الجير. هذا فيما يخص بعض المقاطع التي تشهد اختناقات في حركة المرور. أما عن حصيلة حوادث المرور المسجلة خلال 24 ساعة الماضية، فوحدات الدرك الوطني سجلت 54 حادث مرور. أسفرت هذه الحوادث عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 84 شخص بجروح. طبعا بالمقارنة بنفس الفترة السابقة نجد أن هذه الفترة عرفت ارتفاع في عدد الحوادث ب 13 حادث مرور، كذلك ارتفاع في عدد القتلى ب 3 أشخاص وارتفاع في عدد الجرحى ب 10 جرحى. الولايات التي سجل بها أكبر عدد من هذه الحوادث هي ولاية الجزائر العاصمة، ولاية المدية، باتنا سطيف، وولاية الشلف. الأسباب العامة المؤدية إلى هذه الحوادث دائما نجد أن السائق هو المتسبب الأول والرئيسي في هذه الحوادث، بحيث نجد أن السواق تسببوا في 49 حادث مرور من مجموع 54 حادث مرور. المرة أي الرجلين كذلك تسببوا في 3 حوادث مرور. حالة المركبات تسببت في حادث مرور واحد، والمحيط أي الطريق تسبب في حادث مرور واحد. يبقى لنا دائما في الأخير ننصح الإخوة مستعملي الطريق، خاصة ونحن في عطلة نهاية الأسبوع، ننصح دائما باحترام قواعد السياقة السليمة والتقيد بقواعد السياقة السليمة واحترام قانون المرور، خاصة في هذه الفترة أين تعرف مختلف أصناف محاور شبكة الطرقات تنقلات كبيرة للمواطنين. ونتمنى للجميع طريق السلامة وشكرا.